ابسط حاجه عنده الاكل واهم حاجه عنده الفلوس. وجيت للكبير. الكبير يلم ولا لم انا؟ وعن هذا الفيلم حصل باسم سمرة على جائزه افضل ممثل دور ثاني. وبارك لكل زمايلي ولجنة التحكيم أكثر من رائعة. وفي أفلام ثانية أيضاً تم تكريمها في هذا اليوم، ولكن كان عددها قليل بالنسبة للإنتاج السينمائي العام. السنة اللي فاتت أنتجنا 33 فيلم، منهم فيلم أو اتنين بس اللي بيحملوا طعم مصر، والباقي أفلام ما عرفش جايبينها منين. زي موج البحر لما. ومن بين هذين الفيلمين كان فيلم لما بنتولد يلي حصل على مجموعة كبيرة من الجوائز، ووحدة منهم كانت للمخرج تامر عزت. يعني تقدير مش عارف أقولك إحساسي إيه بالضبط، قد ما سعيد كمان، عشان مش بس عشان أنا خدت جائزة إخراج أحسن فيلم، سيناريو، ممثلين أنا فخور بيهم كلهم، في منهم ثلاثة تم تكريمهم النهاردة، مبسوطين. لجنة التحكيم أسمائهم محترمة جدا، كلمتهم يعني أنا أعتز بيها. وفي هذا اليوم أيضا تم تكريم لطفي لبيب عن كامل أعماله اللي تتعدى أكثر من 300 عمل ناجح، وسلم الجائزة محمد سعد. وكلنا كنا حابين أن نطمن على حالته الصحية من بعد ما انتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية. حالتي الصحية بخير، مزيد من العلاج الطبيعي وبمارسه، وإن شاء الله حبقى كويس الأيام اللي جاية جدا. وأيضا من المكرمين في الحفل كان الكاتب وحيد حامد، والكل وقف له كتحية احترام، والحلو أن تكرم أيضا صديقه المخرج داود عبد السيد. وجودي جنب الأستاذ داود في حد ذاته تكريم، أنا سعيد أن أنا بيتم تكريمي مع قامات سينمائية لها احترامها وتعلمت منها. في مبالغة كبيرة في كلام الأستاذ وحيد، لأنه هو بيعلم مش بس لا. يعني أنا بشكره أولا على المجاملة والمبالغة، ومتفق معاه في كل جمعية الفيلم، جمعية محترمة لأنها جمعية هواة أو محبين للسينما، أو أنا بشكرهم وسعيد على كل حال. وأيضا حصلت ناهد نصر الله الكوستيوم ديزاينر على جائزة أحسن مصممة ملابس، لهذا السبب تواجد أخوها المخرج يسري نصر الله عشان يدعمها في هذا اليوم المميز. هي من العساكر الأساسية بتوع الفيلم، وبتدي حاجة بصرية للأفلام، وبتدي نظام معين للديبارتمنت بتاعها بينعكس على كل الناس، اللي هي يعني واحدة عارفة بالضبط هي بتعمل ايه وذوقها كويسة. لكن فرحة طارق الأبياري كانت فرحتين في هذا اليوم، لأن غير تكريم والدة الكاتب أحمد الأبياري، فأيضا جدة أبو السعود الأبياري تم تكريمه واللي استلمها عنا طارق. أولا أنا بالنسبة لي تكريم جدي أبو السعود الأبياري الله يرحمه، أنا بالنسبة لي مبسوط بيه جدا وسعيد، وشرف كبير لي أن أنا موجود النهاردة، لأن هو جاي من جهة مهمة وجهة محترمة، دي حاجة. الحاجة التانية ان الدورة تحمل اسم نقد كبير زي استاذ يوسف شريف رزق الله يرحمه، وهو يستحق ده، لان انا شهدت فيه مجروح لان هو جوز عمتي، فالحمد لله فخور ومبسوط وسعيد، ويا رب الواحد يبقى يعني يعمل حاجة من تاريخ من ضمن هذا التاريخ شبهه يا رب. ونحن حبينا نستغل وجودنا معاه ونسأله عن ردود افعال مسرحيته الاخيرة الزهر لما يلعب مع سمير غانم. الحمد لله رد فعل حلو قوي 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 قوي، وبحمد ربنا جامد قوي على رد الفعل اللي حاصل وردود الافعال اللي جايه من الجمهور او من النقاد او من الاساتذه الزملاء، فالحمد لله الحمد لله مبسوط قوي وفرحان ورضا. وبالعوده للجوائز، فجائزه افضل ممثل كانت للمره الثانيه من نصيب محمد سعد عن دوره في الكنز 2 اللي كان واضح عليه ايش كثر كان مستانس في هذا اليوم. ده كفايه كلمه تكريم في وسط نجوم اتكرمت من أزمنة كتير قوي دي طبعا، وإن اسمي اتحط في وسط جمعية الفيلم، وإن أتكرم بالشكل ده وأخد تقدير دور أول ممثل أول، دي حاجة كبيرة قوي، مش ليا والأولادي والبيتي لمراتي. لكن شو عن فيلم الجديد الثأر ثأري اللي قاعد يحضر له، واللي من المتوقع انه يكون فيلم عالمي وبيتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا مستنين بس الفيلم يتكتب، يعني مستنين الفيلم يتكتب بس، و
وحيبقى مفاجأة إن شاء الله. وفي هذا الفيلم بيلعب محمد سعد شخصية جديدة بعيدة كل البعد عن أدوار الكوميدية اللي نعرف فيها، واللي بيكون على طريقة الكاوبوي بين الجد والكوميديا. وعلى سيرة الكوميديا حبينا نسأله إذا مش ناوي يرجع للمسرح. شوية بس نفرح بالجد اللي هم عايزينه شوية، هم مش بيقولوا يمثل جد شوية؟ يعني سيبك انت بتعمل لنا مشهد واحد بس كده في الفيلم طول حياتك، في اللي بالي بالك، في الليمبي، في الحاجات دي بتعمل مشهد واحد بس، احنا عايزين نشوفك في ده. فالحمد لله ربنا كرمنا وانا علينا وعملت ده مع الاستاذ شريف عرفه وورا كويس لعبد الرحيم كمال. ما تهدى يا اما انت والراجل ده في ايه؟ انا يعني ما عنديش مانع، بس يعني الاول اسطر نفسي انا، يعني تتم ليلتي وتتجوزه. يعني فعلا محمد سعد احتار يعمل ايه، بالذات لما بيبقى فيه فنان بجد عنده شخصيه معينه وبيتعايش معاها فتره طويله والجمهور خلاص بيتعلق بيه بشكل كبير. صح. وخلاص بيبقى هي دي الشخصيه اللي عرفوه بيها زي شخصيه ليمبي، فده بنقول عليه سلاح ذو حدين، ان هو نجح معاه بشكل كبير ولكن الناس ما بتفصلش بينه وبين الشخصيه اللي هو عملها، وطبعا حققت له نجاح كبير جدا بشكل كبير، بالرغم من انه محمد سعد يمكن من النجوم اللي عندهم يعني بيعرفوا يتمكنوا ويتحكموا في ادواتهم التمثيليه بشكل رهيب ويقدر يبدع في اي دور بيقدمه، ولكن للاسف خلاص بقى هو وشخصيه الليمبي يمكن جزء لا يتجزأ.